السلام عليكم جميعا، منورين وشكرا على الحفاوة في اللقاء. معكم دكتورة شادة الغزالي، مسؤول برنامج العزل المنزلي المقدم من مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة أبوظبي. طبعا الجلسة اليوم إن شاء الله بتكون عن العزل المنزلي، فاللي عنده أسئلة يحاول يخليها للنهاية على أساس أن أنا بعطيكم مقدمة إن شاء الله بإذن الله عن العزل وعن البرنامج. قبل أن نبدأ بعرف عليكم سامح الله وبركاته، بعرف عن العزل، فشو العزل وشو الفرق بينه وبين الحجر المنزلي. طبعا العزل هو تقييد حركة المريض المصاب بمرض معدي، فبحيث أنه ما ينقل العدوى ونقلل احتمالية انتشار هذه العدوى في المجتمع. العزل شو أنواع؟ عندنا عدد من الأنواع للعزل. طبعا عندنا عزل في المنشآت الصحية يعني مثل المستشفيات وغيرها، عندنا عزل اللي هو مؤسسي مثل الفنادق وغيرها، وعندنا العزل المنزلي. بداية عشان العزل المنزلي، نفس ما قلت لكم في البداية، مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة أسسوا برنامج خاص للعزل المنزلي. الحجر طبعا للناس اللي هم احتمال مصابين، ولكن العزل للناس اللي هم بالفعل عندهم إصابة وإصابتهم مؤكدة مثل ما قلنا. برنامج العزل المنزلي تأسس بداية شهر أبريل 2020 كهدف أن احنا نسيطر على عدوى كورونا اللي هو كورونا المستجد 19، ونحن نساهم في دعم القطاع الصحي بحيث أن نوفر الأسرة في المستشفيات للمرضى اللي هم بالفعل محتاجين لها. هذا هدف، والهدف الثالث والرئيسي كان أن احنا ندعم المرضى في هذه الفترة القصيرة اللي هي فترة العزل المنزلي إن شاء الله. قلنا الأهداف الرئيسية للبرنامج. طيب شو معايير دخول البرنامج أو التسجيل في البرنامج؟ عندنا عدد من المعايير، أولها أن الشخص يكون مصاب إصابة مؤكدة بكورونا المستجد. ثاني شيء أنه يكون عمره بين 18 و 60 سنة أو 59 بالأحرى، يكون عنده أما أعراض خفيفة أو ما ظهرت عليه أي أعراض رئيسية، فحالته الصحية مستقرة، نقدر نقولها مستقرة نوعا ما. وإذا عنده أي أمراض مزمنة تكون هاي الأمراض مسيطر عليها، يعني أنه مش مثلا محتاج أنه دائما يشوف الطبيب أو يروح المستشفى، ولكن وضعه الصحي مستقر. بالإضافة لهاي المعايير اللي سبق ذكرتها، لازم يكون الشخص هذا عنده غرفة مستقلة وحمام مستقل عشان يقدر بالفعل أنه هو يعزل نفسه عن الآخرين وما يختلط مع أفراد عائلته الباقين عشان ما ينقل المرض لهم. فوق هاي المعايير كلها لازم ضروري ان الشخص يكون مثقف وقادر انه يلتزم بجميع اجراءات العزل المنزلي، فلازم انه يلتم في الغرفة ما يطلع وكل هالامور وما يحتك في الاخرين، وحتى اذا احد مثلا بيوصل له اكل او يوصل له اي شيء ما يصير احتكاك مباشر بين الشخص المصاب والشخص الاخر. الاجراءات العامة الحين، مجرد ما الشخص يدخل في برنامج العزل المنزلي سجله في البرنامج، لما سجله في البرنامج تتوفر له ساعات تتبع. هذه الساعات طبعا تهدف ان احنا نتاكد ان هذا المريض بالفعل يتبع الاجراءات الاحترازيه وملتزم بجميع اجراءات العزل المنزلي. بعد ما يصير عنده ساعات التتبع، ممكن انه ينتقل الى المنزل الى منطقه العزل مالته، وتتم المتابعه معاه من هناك. المتابعة تبدأ عدد من الخدمات نوفرها. أول خدمة اللي هي التطبب عن بعد، فيصير دائما في تواصل مع المريض إذا هو عنده أي مشاكل، هل الأعراض عنده جالسة تسوء أو جالسة تزيد، وشو الإجراءات اللي ممكن يتخذها، متى يروح مستشفى، متى يقدر ما يروح المستشفى، وهكذا. الخدمة الثانية اللي تتوفر له هي الفحوصات المنزلية، فالشخص المصاب نفس ما قلنا احنا نحاول نقلل قدر المستطاع من خروجه من المنزل، وبذلك نوفر له خدمة الفحص في المنزل. الخدمة الثالثة اللي هي الوجبات الغذائية، تم توفير ثلاث وجبات رئيسية لكل مريض مسجل في برنامج العزل المنزلي، بالإضافة لذلك بعد في خدمة غسيل الملابس وخدمة إدارة النفايات. هاي الحزمة من الخدمات تتوفر لكل مريض مسجل في برنامج العزل المنزلي طول ما هو في فترة العزل. طيب فترة العزل هل هي 14 يوم؟ هل هي 10 أيام؟ هل هي متى تنتهي هذه الفترة؟ طبعا نفس ما قلنا، هو عشان يبدأ لازم يكون عنده إصابتين مؤكدة، أساس نقول له إصابة مؤكدة بكورونا المستجد. الشخص يتم في عزل منزلي إلين يحصل على نتيجتين سلبيتين متتاليتين بينهم على الأقل 24 ساعة، وبالتالي نقدر نقول أن هذا الشخص متعافي وخلاص، يعني يقدر يطلع من العزل ويمارس حياته.
ولكن ال 14 يوم مش ثابتة، في بعض الناس تموا 14 يوم، بعض الناس تموا أسبوع، بعضهم تموا شهر وشهرين، ففترة التعافي تختلف من شخص إلى آخر، يعتمد على عدد من العوامل، منها صحة الشخص، منها قدرة الجهاز المناعي على مقاومة المرض والتخلص من الفيروس في أسرع وقت ممكن. فحين نحن الحين في فترة عزل، الشخص اللي في فترة العزل نعطيه عدد من النصائح، أهمها هو اتباع أسلوب حياة صحي أساس يدعم جسده ويدعم جهاز المناعة عنده، أنه يقدر بالفعل يقاوم هذا المرض ويتخلص منه بأسرع وقت ممكن. شو هو أسلوب الحياة الصحي؟ اتباع الأكل الصحي، الغذاء الصحي قدر المستطاع، الرياضة، مارس الرياضة. أوكي، وايد قالوا لنا أن أنا في الغرفة شو نوع الرياضة اللي تبيني أسويها، بس في وايد أنواع من الرياضة ممكن نسويها حتى لو ربع ساعة أو 20 دقيقة في الغرفة وتعطي نتائج. الرياضة أهم شيء أن الواحد يحس بالفعل أنه يالس يبذل مجهود أساس أن نقول أن هذه رياضة. الشيء الثالث بعد شرب الماء، شرب الماء بكثرة وايد مهم، وبالإضافة لذلك النوم، الراحة، الهدوء، لأن هاي كلها العوامل تأثر على نفسية الشخص وتأثر على قدرته على مقاومة أي مرض بشكل عام. طيب، المكملات الغذائية اللي ننصح فيها هي عدد من المكملات، منها فيتامين سي اللي هو جيم، ننصح بجرعة يومية، ننصح أيضا بفيتامين دال اللي هو الجرعة اليومية كذلك، لأن في دراسات أثبتت أن بالفعل الجرعة اليومية هذه ممكن تساعد الجسم أن يقاوم الالتهابات الرئوية بأنواعها. وعندنا الزنك، الزنك بعد ننصح فيه بشكل يومي. ممكن نتكلم أكثر عن الجرعات فيما بعد المشكلة. طبعا أهم شيء إحنا نقول في فترة العزل الإدراك والوعي أن هذه فترة مؤقتة، هاي الفترة المؤقتة ممكن أن تعدي إذا إحنا حاولنا إحنا نركز في الأشياء الزينة اللي موجودة، الخدمات اللي توفرها الدولة، القيادة الرشيدة اللي وفرت لنا كل هذا الدعم عشان إحنا هاي المرحلة نعديها بسلام. فنحن مجرد ما ندرك أن هي فترة مؤقتة وبتعدي، نحاول ننجز قدر المستطاع في هاي الفترة. طيب شو الأشياء اللي أنا أقدر أسويها في فترة العزل؟ في عدد كبير من الممارسات والأنشطة اللي ممكن نسويها حتى لو كنا في العزل. أول شيء ممكن نفكر فيه اللي هو اكتساب عادات جيدة، عادات جديدة، اكتساب مهارات جديدة، التخلص من عادات سيئة. في وايد ناس أقلعوا عن التدخين في هذه الفترة، فنحن نختار شو اللي نبغى، ممكن قراءة، ممكن عندكم الجولات الافتراضية على الإنترنت، ممكن تزورون متاحف عالمية عن طريق الإنترنت، عندكم وايد أشياء، التلوين، الرسم. فالواحد يفكر هو شو هواياته، يسترجع هو شو ممكن يسوي في هذه الفترة، ويحاول قد ما قدر أنه يساعد نفسيته أنه تتحسن، أنه بالفعل يتعدى هاي المرحلة بسلام. ونحن فريق العزل المنزلي، الفريق كله موجود لدعم المرضى في فترة العزل، توفير لهم النصائح، توفير الدعم النفسي. يعني في كثير من المرضى وصلوا لنا الحمد لله بالعالمين، ويعني هاي المرحلة عدت بسلام بفضل تقبلهم لفكرة أن هاي المرحلة موجودة وبتم وبتعدي، بنفس الوقت لالتزامهم بمعايير العزل المنزلي والإجراءات والفحوصات بشكل عام. طبعا الحين الشخص اللي يكون في العزل المنزلي ننصحه بإعادة الفحص كل 5 إلى 7 أيام إذا كانت نتيجة الأخيرة إيجابية، وفي حال حصوله على نتيجة سلبية على طول ممكن هو ينتقل للفحص اللي وراه على طول خلال 24 ساعة على أساس إن شاء الله بإذن الله يحصل على نتيجتين سلبيتين يعتبر شخص متعافي. طيب الحين عندنا خص لكم الموضوع، بس بحاول أرجع للأسئلة على أساس أجاوبكم. يعني ممكن يكون نتيجتين سلبيات ويزيد عن 14 يوم. نعم محمد، ممكن بالفعل يكون عنده يعني نتيجتين سلبيتين تتأخر إلى أكثر من 14 يوم وليس بالضرورة. في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية لمرة واحدة، هل يلتزم بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوم؟ نعم صحيح، إذا كانت النتيجة فقط إيجابية واحدة وتلتها نتيجة سلبية، فإحنا نقول لهذه الاحتمالية أن تكون هاي النتيجة غير صحيحة، ولكن ننصح الشخص أنه يلتزم بالحجر المنزلي. الحجر المنزلي أنه يتم في بيته، ما يطلع خارج المنزل، ولكن ممكن يخالط أفراد المنزل. وخلال هاي الفترة 14 يوم، في حال صار عنده أي أعراض وصار عنده أي أعراض منهم مثلاً كحة، حرارة، زكام، أي نوع من الأعراض، ممكن يروح على طول يراجع المراكز الصحية على أساس يتأكد ويفحصونه مرة ثانية أنه ما عنده كورونا. طيب السؤال، هل جميع الأشخاص في العزل المنزلي يلبسون ساعات التتبع؟
التعقب. شكرا دكتورة لميس على السؤال. طبعا ساعات تتبع نفس ما قلنا في برنامج العزل المنزلي عندنا فئات في المعايير وفئات معينة اللي هم من 18 إلى 59 سنة، ولكن الأشخاص اللي هم ما دون 18 نحن أكيد ما نلبسهم ساعات التعقب، ويتم عزلهم إما في المستشفيات أو في المنشآت الأخرى سواء كانت فنادق أو غيرها. ولكن في بعض الأحيان العائلات يطلبون أن احنا نساعدهم أنهم يطلعون عزل منزلي. ففي هذه الحالة إذا كان طفل مصاب ومثلا احد من افراد العائله مصاب، ممكن هو يكونوا مع بعض معزولين في غرفه مستقله، ولكن ما نحط لهم ساعات تعقب. اما اللي هم اكبر من 59 سنه فهذا بعد لهم بروتوكول خاص، في اجراءات احترازيه ضروريه نعطيهم اياها قبل نلبسهم ساعات التعقب، اللي هي ضروره انهم يروحوا المستشفى يتنومون لمده يومين لاجراء جميع الفحوصات لتحقق انهم بالفعل صحتهم مستقرة، وممكن عزلهم في المنزل بناء على تقدير الطبيب المعالج ممكن أنه يترخص لعزل منزلي ويلبس ساعة تعقب. دكتورة عندك علم بخصوص الأشخاص اللي من خارج الدولة ووصلوا توهم؟ طيب هذين الأشخاص اللي وصلوا توهم في إجراءات خاصة لهم من دخول المطار وغيره، ولكن لا يندرجون تحت برنامج العزل المنزلي. برنامج العزل المنزلي فقط للناس اللي هم ساكنين هنا، اللي هم عايشين في البلاد، عايشين في أبوظبي بالتحديد، ونتائجهم نفس ما قلت عندهم نتيجتين إيجابيتين. فيتامين سي اي، الجرعات بالنسبة للفيتامينات، خلنا أقول لكم الجرعات. فيتامين سي من 1000 إلى 2000 ميلي جرام في اليوم، الزنك 40 ميلي جرام في اليوم، وفيتامين د من 1000 إلى 4000 ميلي جرام في اليوم، وحدة دولية في اليوم. فهاي الثلاثة مكملات اللي تكلمنا عنها منال، وهاي الوحدات المطلوبة بشكل يومي. الجرعات هاي بالنسبة للكبار فوزية وليست للأطفال. فيتامين د 1000 إلى 4000 وحدة دولية في اليوم. فيتامين ج اللي هو فيتامين سي 1000 إلى 2000 ميلي جرام، والزنك 40 ميلي جرام. لست طبيبة أطفال، فالجرعات هذه لازم نسأل طبيب أطفال، ومن طفل لا أعتقد الأطفال يأخذون على وزنهم لأن فتفرق، فهاي الجرعات للكبار. دكتورة هل العزل المنزلي بعد النتيجتين إجباري؟ طبعا نفس ما قلنا في البداية تجان أن في عدد مختلف من أنواع العزل سواء كان مؤسسي أو في المستشفى أو في المنشآت الصحية أو في البيت. العزل بشكل عام نعم نقول هو تكون بعد نتيجتين إيجابيتين، نهاية تعتبر إصابة مؤكدة وما في شك فيها. اللي مو مسوي الفحص ولا مرة في العمر، عمري 45، شو الرأي؟ طبعا نحن النصيحة العامة هي إجراء الفحوصات، وكثر ما نسوي فحوصات كثر ما نحصل نتائج أكثر. فهو نفس ما شفتوا إحنا عندنا في توجه عام في الدولة أن نزيد عدد الفحوصات، وما شاء الله وصلنا أكثر عن 4 مليون من فحوصات كورونا المستجد. الرأي رأيك في النهاية، لكن ما يضر تسوي الفحص، والإجراءات الاحترازية سواء فحصنا أو ما فحصنا هي الأساس. فالمفروض نحن كلنا نلتزم بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمام وتباعد جسدي وغسل اليدين وعدم ملامسة الوجه وكل هذه الأمور، ولكن في النهاية القرار قرار شخصي إذا أنت تبي تفحص أو لا، لكن توجه العام للدولة نعم أن الجميع يفحص. دكتورة مريض العزل المنزلي هل يقدر يقعد مع أسرته وهو مستخدم الماس ويحافظ على مساحة تباعد؟ لا عزيزتي منال، هذا العزل لازم يكون معزول في غرفة مستقلة وحمام مستقل، حتى الحمام لازم يكون منفصل عن الحمام لباقي أفراد الأسرة، هذا كله إجراء احترازي لمنع انتقال العدوى. فنحن ما نقول إنه يقعد مع أهله ويخالطهم، بالعكس نقول لازم هو يكون في غرفته، غرفة يكون فيها باب يسكر على نفسه، يكون فيها تهوية مناسبة، ويكون عنده حمام خاص. فجواب سؤالك منال لا ما يقدر. ما فهمت الكلمة، بحدثكم عن الموجة الثانية لكوفيد ودور برنامج استجابة للتصدي إن شاء الله. طيب أولا نحن مش برنامج استجابة، نحن برنامج العزل المنزلي. في كثير طبعا من الأقاويل عن الموجة الثانية، ولكن نحن كشعب، نحن كدولة الإمارات نعرف أن نحن إن شاء الله بإذن الله مثل ما عدينا المرحلة الأولى بنعدي أي مرحلة وأي شيء تحت قيادتنا الرشيدة بإذن الله الأمور راح تكون طيبة. برنامج العزل المنزلي كان له دور فعال مساند للقطاع الصحي ومساند للمرضى نفسهم، فإن شاء الله مستمرين بإذن الله. طول ما إحنا محتاجين نعزل الأفراد في بيوتهم راح يستمر البرنامج وراح يوفر الدعم. سلمين يا ماما.
شروط العزل المنزلي والفرق بين الفندقي والمنزلي. طيب لكل يعني ما تحدثت عن العزل الفندقي او العزل المؤسسي، في بروتوكولات مختلفه، البروتوكول العزل الفندقي مختلف والبروتوكول حق العزل المنزلي مختلف. نحن بالنسبة لبرنامج العزل المنزلي الشروط قلتها في البداية، الشخص لازم يكون بين 18 إلى 59 سنة، لازم يكون حالته الصحية مستقرة، ما عنده أمراض مزمنة نفسية تنفسية ولا نفسية، ولازم يكون إذا كان عنده أمراض مزمنة تكون مسيطر عليها، يعني قادر يسيطر عليها قبل الإصابة حتى بالمرض، ويكون إنسان عنده غرفة مستقلة وحمام مستقل وقادر يعزل نفسه بشكل فعال، يكون مثقف ومتعلم وقادر أنه بالفعل يعني يعزل نفسه بفاعلية ويتبع جميع الإجراءات الاحترازية الضرورية. فهاي شروط العزل المنزلي. بالفعل يحتاجون دعم نفسي خلال هذه الفترة، وهذا اللي كان يوفره فريق الدعم المنزلي، أكثر عن 30 شخص كانوا متطوعين في فترة وقاعدين يعني يزيدون أو يقلون، وغيرهم من كل شخص ومكان. فالأشخاص اللي كانوا فقط دورهم هم يتصلون في المعطى ويتابعون معاهم ويتأكدون أن بالفعل وصلتهم جميع الخدمات وفي دعم نفسي كان موجود خلال هذه الفترة. هل توجد آلية للشخص المصاب اللي لا توجد عليه أي أعراض في حال عدم إمكانيته بتوفير شروط العزل المنزلي؟ نعم، المناطق ومنشآت العزل الأخرى اللي تكلمت عنها في البداية اللي هي سواء منشآت المستشفيات أو المنشآت المؤسسية أو الفنادق، هاي تعتبر أنها آليات أخرى للتعامل مع الشخص المصاب. طبعاً إذا الشخص ما عنده أي أعراض وحالته الصحية مستقرة ننصحه بأحد هذين الاثنين، إما العزل الفندقي أو العزل المؤسسي. في أفراد ما يقدرون يقعدون في المنزل لأسباب سواء الحمام مشترك أو الغرف مشتركة، ما يقدر مثلاً، أو مثلاً عنده فوبيا من الأماكن المغلقة، من لبس ساعات التتبع، ففي حالات بالفعل تم نقلهم من العزل المنزلي إلى عزل مؤسسي أو عزل فندقي. شو هي الوجبات أو الأكلات الموصى بها لمرضى كوفيد؟ كما في شيء معين نحن نوصي فيه، ولكن الأكل الصحي بشكل عام، الغذاء الصحي والأسلوب الحياة الصحي، هذا اللي هو المتعارف عليه، ولكن ما في شيء أقدر أقول لا هذا لا تأكله لا هذا كله. الأشياء العامة اللي نقولها للشعب، الابتعاد عن السكر، الابتعاد عن الملح، شرب الماء بكثرة، الابتعاد عن الأكلات الغير صحية، الأكلات السريعة، كل هاي الأمور. فما في شيء معين نقول إن هذا أفضل من غيره، ولكن الأكل الصحي بشكل عام ننصح به. كيف الجهات بتتواصل مع الناس المحجورة في البيت؟ طيب الحين عرفنا الفرق بين العزل والحجر عشان ما نرجع نتخربط مرة ثانية. العزل هو للأفراد المصابين، فهل سؤالك للأفراد المصابين أختي ولا قصدك الناس المحجورين؟ إذا شخص مصاب ومسجل معانا في برنامج العزل المنزلي فكل بياناته بتكون معانا في البرنامج، ونتواصل معه بأسرع وقت ممكن، سواء كنا نحن مركز أبوظبي للتطبب عن بعد أو غيره من الجهات اللي إحنا داخلين معهم كشركاء استراتيجيين لدعم المرضى. الله يعافيك زينة، تسلمين. الفحص، شو الفرق بين الفحص العادي والفحص اللي بالدم؟ الفحص العادي تقصد فيه مسحة الأنف، مسحة الأنف تبحث عن الفيروس، اللي في الدم يبحث عن الأجسام المضادة للفيروس، إن هل بالفعل هالشخص صار عنده مناعة، صار عنده إصابة سابقة أو لا. تسلمون جميعا. نعم، الأفراد المصابين والمسجلين عزيزتي أرقامهم وكل بياناتهم تكون موجودة في البرنامج، فعشان شي نقدر نوصلهم ونكلمهم، وإذا لا سمح الله في أحد تأخرنا عليه أو أي شيء ممكن على طول يتواصل معانا عن طريق سواء كان الخط الساخن أو رقم خدمة الواتساب اللي أعلننا عنها في السابق شهر 5 كذلك، ممكن تتواصلون معانا ونوصلكم بإذن الله. مرعوبين من الفحص أنا وبنتي، هني إماراتية ما يخوف الفحص، ما بقول لكم كم مرة فحصت بس هو مزعج، ونتفق جميعا أن الفحص مزعج نوعا ما، ولكن ما يأخذ ثواني. فنصيحة العامة نقولها أن بالعكس أجو الفحص للاطمئنان،
ولكن إجراء الفحص من عدمه نفس ما ذكرت قبل ما يمنع أبداً ولا يقول أنه لا تتبعون إجراءات الاحترازية. أنا فحص اليوم أنا سلبي خلاص أنا بطلع وباخذ راحتي وبحتك في كل الناس. طبعاً هذا الشيء ما ننصح فيه أبداً. الفحص هو بيعطيك النتيجة عليك أنت اليوم بكرة، ولكن إحنا كلنا نعرف حسب الدراسات أن الفيروس يأخذ له 14 يوم، خلال هال 14 يوم ممكن يصير نشط ويبين، يعني ممكن أنا أفحص اليوم ما يبين بعد يومين يبين. دكتورة، في ناس في الحجر المنزلي بيشتكوا من ضربات القلب زيادة. طيب أي شخص إحنا نقول هو موجود في عزل منزلي وصار عنده أي أعراض جديدة، أعراض جديدة سواء كان كحة، حرارة، في سوء في الحالة الصحية، نطلب منه الانتقال مباشرة لأقرب مستشفى، لأقرب طوارئ لإعادة تقييم الحالة، لأنه ممكن يكون عنده تطور في الحالة، ممكن شيء إحنا ما نعرف عنه. فأفضل حل أنه على السريع يروح وينتقل إلى المستشفى لإعادة الفحوصات والتحقق من شو سبب تسارع في ضربات القلب. ممكن يكون توتر ولا شيء، ممكن يكون شيء ثاني، فالواحد الأفضل أنه يروح ويطمئن ونتأكد أن كل الأمور طيبة بإذن الله. كم ساعة وشو وظيفتهم؟ طيب الساعات حاليا نحن نوفر ساعتين للمرضى، ساعة الساعتين فيهم تتبع، بس في ساعة من الساعتين هذه بالإضافة للتتبع فيها اللي هو نبضات القلب وضغط الدم. فهاي الوظائف، لكن بشكل عام هي للتتبع والمراقبة والتحقق أن هالشخص بالفعل جالس وملتزم في العزل. ممكن يكون عنده جيوب فيرتاح من فتح القناة أعتقد. ممكن. لا حياكم الله منال، أنيتان. شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا وكانوا معانا اليوم في البث المباشر. إذا عندكم أي أسئلة أنا ما وصلت لكم وما قدرت أجاوبكم، تقدرون تبعثوها لنا إن شاء الله على قنوات التواصل المعروفة وإن شاء الله بنوصلكم. أوكي، توضيح دكتورة. آخر سؤال عندنا، أسمع كلمة عزل وحجر كثير، هل العزل المقصود فيه الشخص المصاب وبالمستشفى والحجر للمصاب داخل المنزل؟ لا يا أخوي مستر AMM، العزل للشخص المصاب إصابة مؤكدة، والحجر يا أما يكون شخص عنده إصابة غير مؤكدة، يعني إصابة إيجابية نتيجة إيجابية وراها نتيجة سلبية، أو يكون شخص مخالط لإصابة مؤكدة. فالعزل لازم يكون في غرفة مستقلة، حمام مستقل، الحجر يكون في محيط المنزل ما يطلع من المنزل، لأنه مش مصاب ولكن احتمال عنده إصابة ممكن تظهر خلال 14 يوم. هل في إمكانية، الله يسعدكم جميعا إن شاء الله، هل في إمكانية من تغيير نوع الساعات أو حجمها وابتكار طريقة تتبع أخف؟ إن شاء الله مش غلط، أباكم تتأكدوا أن دائرة الصحة، مركز أطباء الصحة العامة دائما يبحث على وسائل مبتكرة مختلفة لدعم المرضى، فإن شاء الله بإذن الله ليش لا، كل شيء ممكن أماري وإن شاء الله خير. جفاف الحلق والشفايف، الحين كل الأسئلة طلعت يوم قلت لكم بنهي البث المباشر. جفاف الحلق والشفايف واللسان خاصة في الليل شو سببه؟ أوكي. هذا سؤال عام خارج عن نطاق كلامنا، ولكن قد تكون له عدد كبير من الأسباب، فالأفضل التوجه لطبيب مختص لمعاينة الحالة والوقوف على بعض الأسباب اللي قد تكون هي مسبب لهذا الشيء. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا ومساءكم خير بإذن الله. نفس ما قلت لكم، أي سؤال ثاني ما قدرت أوصلكم ما قدرت أجاوبكم ممكن تتواصلون معنا على قنواتنا، وإن شاء الله نحن معاكم دائما. يعطيكم العافية، مع السلامة.